أن الظروف الحالية قد ألقت الضوء على الإمكانيات المتاحة للعمل بشكل أكبر على تغير المناخ، وكذلك الاستفادة من الطاقة المتجددة ليس فقط كمصدر للتخفيف من أثار تغير المناخ، ولكن تحقيق التنمية المستدامة التي يمكن أن تفيد الدول المتقدمة والدول النامية في نفس الوقت. نحن نؤمن بأن هذا تطور إيجابي، وأن الجهود للمشاركة في أعمال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والهيدروجين كلها خطوات تلبي الكثير من الإجراءات لمواجهة تحديات تغير المناخ. يجب أن تجد كذلك التمويل الضروري الذي يمكن أن يمكن على وجه التحديد الدول النامية من أن تستفيد بشكل كامل من كل هذه الإجراءات. هناك كذلك مسألة الانتقال العادل، وهذه نقطة يجب أن نلقي الضوء عليها، ونحن نؤمن بأن مناقشاتنا هنا مهمة للغاية، ويجب أن ندرك أنه بالنسبة لنا كي نحقق تقدم ونحقق مواجهة للتحديات ونحافظ على هذا الكوكب للأجيال القادمة، فالأمر في النهاية يأتي إلى مسألة الثقة. هنا يجب علينا أن نثق في بعضنا البعض، وأننا كلنا نتولى مسؤولياتنا بطريقة عادلة ومنصفة، وأن ندرك جميعا التحديات التي نواجهها والمسؤوليات وكذلك الالتزامات المشتركة والمتبادلة، وأننا كلنا في هذا القارب معا، ويجب أن نتولى المسؤولية لكي نلبي احتياجاتنا جميعا معا إذا أردنا أن ننجح. شكرا لكم. شكرا لك مرة أخرى رئيس كوب 27. بالنسبة للكلمات الافتتاحية وهذه الجلسة الافتتاحية، أود أن أدعو الآن السكرتير التنفيذي إبراهيم شياو من UNFTCC، ونحن سعداء للغاية بوجودك معنا هنا اليوم، ونتطلع لكي نعرف ما هي الخطوات التالية قبل كوب 27. شكرا لك. شكرا لكم، صباح الخير كل الوزراء. شكرا لكم، لقد ذكرتم النيجر وبالاو على أنهم أكثر الدول تضررا من تغير المناخ، ولقد تحدثتم عن أوروبا وأن أوروبا تحترق الآن بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والوزير شكري قد أكد على أهمية التنفيذ كأحد النقاط الأساسية التي سوف تناقشونها في مؤتمر الأطراف 27. سيداتي وسادتي، أي ارتفاع في درجة حرارة العالم هي مسألة حياة أو موت لنا جميعا، ليس فقط في العالم النامي، ولكن كذلك كما نرى في الوقت الحالي في العالم المتقدم. بسلطتي الحالية، حيث أنني المدير التنفيذي لتغير المناخ وكسكرتير تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإنني أؤكد على أهمية الارتباط بين الجفاف وتغير المناخ، خسارة الأراضي المنتجة والتنوع البيولوجي وصحة المحيطات، وكذلك كل القضايا البيئية الأخرى. وبينما نتحدث عن هذه المشكلة، فهي مشكلة تواجه الإنسانية، ونحن نرى كذلك أن تغير المناخ وآثاره قد أثرت على كل دول العالم، وعلينا أن نتعامل الآن مع الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، ولذلك الموجة من الحرارة وحرائق الغابات هي مؤشر الآن على تغير عميق في البيئة والمناخ. العالم الآن يواجه اضطرابات كبيرة في مجال أزمة الطاقة وأزمة الغذاء والتضخم العالمي، بينما العالم لا زال يواجه حتى الآن جائحة كوفيد-19. السيدات والسادة، نحن في الوقت الحالي نعيش في أزمة غذائية وارتفاع لأسعار الغذاء وتضخم كذلك، وفي كل هذا فإن العالم الآن لازال يواجه الجائحة وهي مستمرة. السيدات والسادة، ربما في الوقت الحالي نحن نعيش في عالم يواجه الكثير من التحديات، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نتجنب العلم الذي يخبرنا بأن تغير المناخ يزيد بشكل متزايد. تغير المناخ
يظل فوق كل شيء هو الحاجة الملحة لنا للبقاء على قيد الحياة، حيث أنه يضع الملايين في بؤرة الخطر. حماية الكوكب يجب أن تظل هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا. العالم يتطلع إلى قيادة دولية، قيادة تتمكن من أن تفصل بين الإجراءات قصيرة المدى والإجراءات طويلة المدى، قيادة لا تأخذ خطوة واحدة فقط أو لا تقطع شجرة واحدة من أي غابة. السيدات والسادة، رسالتي لكم اليوم هي كالتالية: الأشهر القادمة حتى مؤتمر الأطراف 27 وأثناء المؤتمر نفسه يجب أن نركز على أن ندافع عن مواجهة تغير المناخ. في قمة غلاسكو الأمم قد قدمت التزاما للعالم بأنها لن ترفع درجة حرارة العالم أكثر من درجة ونصف مئوية، ولكن هذا الالتزام مرتبط به إجراءات وكذلك كثير من الطموحات لتغير المناخ. بينما تم إحراز بعد التقدم منذ قمة غلاسكو إلى أن هذه الإنجازات ليست بحجم ما نحتاج إليه للتعامل مع تغير المناخ. لتحقيق هذا الهدف لا ترتفع درجات حرارة العالم أكثر من درجة ونصف، إننا يجب أن نقلل انبعاثات الكربون بحلول 2030 بنسبة 45%. وفي الوقت الحالي فإننا نرى أن الانبعاثات تزيد بنسبة 14%. وهذا أمر مقلق للغاية. أن نلاحظ أن هناك توجهات جديدة تظهر أن هناك بعض الأمم التي عادت مرة أخرى لكي تستخدم الوقود الأحفوري، وليس هذا هو الوقت لكي نعود إلى الوراء، بل هذا هو الوقت لكي نستفيد من الفرص الاقتصادية التي تقدر بأنها أكثر من 23 تريليون دولار، مرتبطة بالانتقال باتجاه مستقبل أكثر استدامة. قد حان الوقت لكي نحرر العالم من إدمان الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري قد خدم غرضه، والآن قد حان الوقت لكي ننتقل منه ونبعد عن هذا العصر. ليس الوقت الآن لكي نعود مرة أخرى ونتراجع في الالتزامات الخاصة بغلاسكو واتفاقية باريس، بل حان الوقت للإجراءات الصعبة والقرارات الجريئة. شرم الشيخ مهمة بقدر قمة غلاسكو واتفاقية باريس. كوب 27 هي أحد أهم الخطوات الأساسية في هيكلنا للتعامل مع تغير المناخ. في كوب 27 القيادة تعني أن نحرز تقدما في ثلاثة مجالات رئيسية: تخفيف أثر تغير المناخ، التكيف، وثالثا تمويل تغير المناخ. في التمويل فإن المسألة الرئيسية هي 100 مليار دولار التعهد الذي تم تقديمه، وفشل الدول في تحقيق هذا الالتزام يخلق فجوة في الثقة بين الدول المتقدمة والدول النامية في هذه العملية. وبكل تأكيد فإن القطاع العام لا يستطيع أن يواجه كل التمويل الذي يحتاجه العالم، لكن الحكومات يمكن أن تضع إشارات وسياسات، وفوق كل شيء يمكن أن تقود من خلال أن تكون هي النموذج الذي يحتذى به، وتعطي دورا للقطاع الخاص لكي يلعب دورا أكبر في هذا الانتقال الجديد. على وجه التحديد في الدول النامية والدول في مرحلة الانتقال، نحن في حاجة إلى أن نضاعف التمويل والدعم من أجل التكيف مع تغير المناخ. وننظر إلى مسألة التخفيف من آثار تغير المناخ، فإن الحكومات يجب أن تحرص تقدما يدفع هذه الإجراءات للتخفيف من الآثار. نحن في حاجة إلى تقدم موازي في أول طاولة مستديرة قبل تحقيق طموحات عام 2030. ما نحتاج إليه فوق كل شيء هو أن كل الدول يجب أن تتوصل إلى خطط عمل وطنية طويلة المدى لتغير المناخ، وكذلك استراتيجيات. نحن يجب علينا أن نقول أن الطموح موجود، والأطراف في قمة غلاسكو طلب منها أن تقوم بتطوير مؤشراتها، ويجب أن نتلقى هذه المؤشرات قبل كوب 27 كل الدول. وهذا يحدث من خلال 20 دولة، وهي تمثل 80% من كل الانبعاثات الموجودة في العالم. يجب أن تكون هذه الدول هي النموذج الذي يحتذى به. بالنسبة للتكيف يجب أن نركز عليه مرة أخرى في الاجتماع في مصر، خاصة أن الدول يجب أن تحقق تقدما فيما يتعلق بالهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ، والتأكيد على جهود التنفيذ التي سوف تساعد في الانتهاء من خطة التكيف.
كلنا في حاجة إلى أن نتكيف، سواء الدول الغنية أو الدول الفقيرة. بالطبع الأفقر هي التي سوف تتحمل العبء الأكبر. السيدات والسادة، في هذا العالم المليء بالتحديات، فإن قادة العالم تواجه أجندة هائلة في كوب 27. الخبر الجيد هو أننا قد أحرزنا بعض التقدم. نحن في مرحلة جديدة من التنفيذ، ونحن لدينا كذلك بصمة زرقاء، ولدينا إطار نعمل من خلاله، ولدينا قواعد لتحقيق الشفافية، ويجب أن يدعم كل ذلك الإجراءات. لقد حان الوقت لكي نبدأ في هذا العمل. شكرا لكم. شكرا لك السكرتير التنفيذي لتحديد أن هذا الوقت المناسب لكي نبدأ في عملنا، ولذلك نحن سوف نبدأ الآن. وأريد أن أعطي إدارة الجلسة للسفير الخاص لمصر لكوب 27. أم الوزير؟ نود أن نفتح الكلمة الآن للنقاشات. لدينا قائمة من المتحدثين. أنا يمكن أن أدعو المنظمات غير الحكومية مباشرة لكي تتحدث. نحن لا نتحدث فقط مع السياسيين، ولكن نتحدث كذلك عن مشاركة المجتمع المدني، والذي دفعنا بطريقة سليمة على مدار السنوات الماضية لكي نقوم بالمزيد. ونحن سعداء للغاية بأن لدينا هنا ممثلين من المجتمع المدني ولديهم بعض الكلمات. سوف نسمع الأول سيمينز غونستاب من المنظمة غير الحكومية واتحادها. ميليسا، تفضلي، الكلمة معك. العالم لن يتدمر من خلال الأشرار، ولكن من خلال من يشاهدون الممارسات دون التصرف. هذه هي كلمات ألبرت أينشتاين. السيدات والسادة، الحضور، كل السادة، اسمي ماليسا هيمين غومستاجري، وأنا أمثل يانجو، وهي تعد الاتحاد للشباب والأطفال باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. نود أن نرحب بكم في هذه الجلسة. نشكركم على هذه الفرصة التي أعطيتمونا إياها لكي نتحدث بنيابة عن الشباب والأطفال في كل أنحاء العالم. معظمهم ضحايا لتغير المناخ، ونحن نحاول أن نصلح الأخطاء التي تم ارتكابها من قبل الأجيال السابقة والأجيال الحالية لكي نحمي هذا العالم للأجيال القادمة. نحن نأتي في هذا الاجتماع بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقد في بون، والذي تركنا بالكثير من الإحباط بشأن التعامل مع التكيف وكذلك الأضرار والخسائر بسبب تغير المناخ. هناك كثير من الأشياء التي يجب أن نتعامل معها، لأنه ليس هناك مؤشرات طموحة يمكن أن تعطينا أمل في أننا سوف نلتزم بعدم ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من درجة ونصف مئوية. فيما يتعلق بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، العالم والعلم قد أوضح أن هناك احترار عالمي، وأننا يجب أن نعمل للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري بأسرع وقت ممكن. ونحن دعونا الحكومات والمجتمعات وأصحاب الأعمال لكي يقوموا بتحول مستدام فيما يتعلق بالصناعة، الزراعة، الطاقة، النقل، المؤسسات وكل هذا. ونحن في حاجة إلى أن نحقق تغييرات لكي نقلل الانبعاثات ونتكيف مع تبعات تغير المناخ التي تجري بالفعل. ونحن كذلك ندعو للانتقال العادل لكي نتأكد من احترام حقوق الإنسان وفرص كسب العش، وكذلك حماية المجتمعات. بالنسبة للوصول إلى تمويل تغير المناخ، هناك حاجة ملحة لتقديم 100 مليار دولار. يتم تخصيص نصف هذا المبلغ للتكيف مع تغير المناخ، وهذا سوف يساعد في تقليل فجوة التمويل واتخاذ إجراءات لحماية الأرواح وفرص كسب العيش. ونحن نود أن نعزز الإمكانات الأساسية لحوكمة إجراءات تغير المناخ، وكذلك يمكن أن نحشد التكيف القائم على المنح، وكذلك تمويل الخسائر والأضرار للدول الأكثر تضررا، وخاصة بالنسبة
التمثيل الشباب. بما أننا نمثل الشباب فأننا مستمرون في التأكيد على أهمية أن يكون هناك مرفق يتعامل مع الخسائر والأضرار، وندعم كذلك شبكة إجراءات تغير المناخ، فيجب أن تكون هي المنصة التي يمكن أن تتوصل إلى اتفاق بشأن إدخال البنود المرتبطة بالخسائر والأضرار في أجندة كوب 27، ونحن ندعو كذلك لإدماج الشباب في الهدف العالمي للتكيف، وكذلك يجب أن يكون هناك خطط تكيف وطنية في كل دولة. مع كوب 27 واستضافتها في أفريقيا وهي منطقة معروفة بالتنوع في الغذاء، فإننا ندعو هذا الحوار لكي يعزز بناء القدرات للمزارعين والمهندسين في القطاع المالي المائي للمساعدة في هذه النقاشات. الأمل لازال موجودا، صناع القرار مسؤولون عن إحياء هذا الأمل، الشباب والأطفال لديهم أعين على هذا المؤتمر ويتطلعون إليه، ونتطلع لرؤية المزيد من الشباب يشارك في الوفود التي سوف تحضر هذا المؤتمر كما تم التحدث عنه في اتفاقية جلاسكو المادة 46. نحن لا نريد فقط كلمات، نريد إجراءات، ويجب أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات، لأننا رأينا الكثير من الطموحات على مدار 26 عاما ولم يتم تحقيق كثير من ذلك. نحن نريد أن يكون هناك تغيير، ويكون هناك ثقة، سلام، تعاون كأولويات لتحقيق الاتفاقات. نحن سوف نكون هناك كما نحن هنا اليوم، نطلب العدالة المناخية من أجل الجميع، فلا يمكن أن يتم التحدث عنا سوى من قبلنا. شكرا لكم. شكرا لك بالتحدث بنيابة عن الشباب العالمي، وشكرا لك لتوضيح أنه لا يمكن أن يتم التحدث عنكم سوى من قبلكم، ولقد سمعناكم بالفعل وسمعنا كذلك دعواتكم من أجل العمل. بهذا أود أن أنتقل إلى أوغستين إيميسي من تحالف العدالة المناخية في أفريقيا. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أقف هنا بنيابة عن منظمات المجتمع المدني وكذلك تحالف العدالة المناخية، وهو تحالف يضم أكثر من 1500 منظمة تعمل في مجال تغير المناخ والبيئة في أفريقيا. نحن نشكر منظمين هذا المؤتمر لدعوتنا، ونحن نرى أن هذه فرصة متاحة، لأنه ليس من السهل أن نتحدث مع الأشخاص الحقيقيين بهذه الطريقة. هذا الحوار يأتي في لحظة حرجة وكذلك لحظة متفردة. هي حرجة بمعنى أن التقرير يدعو إلى إجراءات واضحة لكي تستمر درجة الحرارة في ألا ترتفع أكثر من درجة ونصف مئوية، ونشارك جميعا لتحقيق ذلك. وهذا الاجتماع متفرد بمعنى أنه يأتي في العالم الذي نحتفل فيه بالذكرى 30 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وتأتي في مرحلة كذلك سوف يتم فيها استضافة كوب 27 في القارة الإفريقية، هذه القارة التي لديها ظروف واحتياجات خاصة تم ذكره في مادة من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. أصحاب السعادة، لقد ناقشنا على مدار 30 عاما تغير المناخ، لقد عقدنا 26 مؤتمر للأطراف وننتظر 27 بينما نناقش ونتفاوض، فإن القارة الأكثر تضررا هي تواجه الفيضانات والحرائق في نفس الوقت وارتفاع درجات الحرارة. أنا أتذكر أمي التي تعتمد على هطول الأمطار لزراعة محصولها، ولا تستطيع أن تقوم بإدارة مواسم الزراعة لأنها لا تعرف متى ستهطل الأمطار، وهي لا تعرف كيف يمكن أن تطعم أطفالها. أنا أتذكر كذلك هذه السيدة من مالاوي التي خسرت كل محاصيلها ومزارعها وحتى أطفالها بسبب الفيضانات. أتذكر كذلك
في الكونغو الديمقراطية وهطول الأمطار والفيضانات التي أدت إلى محو مدارس من على الأرض. هذه الدول الإفريقية تعاني لكي تتكيف مع تغير المناخ وليس لديها موارد متاحة للأسف. وفقا لهذا معظم الدول الأفريقية سوف تنفق أكثر من 5 مرات موازناتها المخصصة للصحة من أجل التكيف مع تغير المناخ، وهذا يعني أن أفريقيا مستمرة في دفع ثمن التكيف مع تغير المناخ بأموال الصحة. السيدات والسادة، يجب أن نتصرف. لقد تحدثنا على مدار سنوات، المرأة الأفريقية على الأرض لا تخشى تأثير كلام. هل يمكن أن نستمر في التحدث بينما الناس تموت وتعاني من آثار تغير المناخ؟ هذا شيء لم يتسببوا هم به. هذا السؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا. لماذا كوب 27 مهم للغاية ومتفرد للأفارقة؟ لأنه سمعنا 26 مؤتمر أطراف سابقة تتحدث عن أفريقيا، ولكن هذه المرة نقول أن هذا كوب أفريقي لأنه سوف يعقد في أفريقيا. الأفارقة يريد أن يشعروا بأثر الكلام الذي يجري على أرض. لذا من خلال هذا المنظور نحن نتطلع إلى كوب 27 في شرم الشيخ على أنه خاص بالأفارقة، حيث يمكن للأفارقة أن يجدوا مركز لهم على الطاولة ويمكن أن يعبروا عن طموحاتهم وأمالهم. هل سوف نستمر في إعطاء وعود لا نستطيع الوفاء بها؟ هل من العدل أن نعد الناس الذين يعانون من آثار شيء لم يتسببوا فيه لكي يستمروا في الانتظار للأبد؟ is not fair. هذا غير عادل. وأعتقد أن هذا العام عام مميز للغاية، لذلك يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار. نحن في الغاية السعادة وغاية التفاؤل كذلك بشأن حقيقة أننا سوف نخصص كوب 27 للتحدث عن التكيف، التمويل، الخسائر والأضرار. ونحن نعتقد أنه ليس من الكافي أن تكون هذه الموضوعات مطروحة على جدول الأعمال، ولكن من المهم أن نخرج بمخرجات مفيدة. سوف أترككم ببعض الأسئلة. نقول أننا سوف نضاعف تمويل تغير المناخ بحلول عام 2025. السؤال الذي يجب أن نطرحه، نضاعف ماذا؟ ما الذي سوف نضاعف؟ ويجب أن يكون هذا واضحا، لأنه وفقا للتحليل فإن تمويل تغير المناخ 2019-2020 كان 668 مليون دولار، وتم تخصيص 64 مليون للتكيف. هذا يعني أننا إذا كنا سنضاعف 46 مليار دولار، واعذرونا إذا كنا قد أسأنا فهم هذا، لكن نحن نريد أن نوضح هذه الأمور من خلال هذه المناقشات. تمويل التكيف لم يكن طموح. إذا كنا نتحدث فقط عن المضاعفة فإننا يجب أن نبذل المزيد من الجهود، ونعتقد أن هذا عادلا. هل سوف نقوم بهذا بطريقة منصفة وعادلة؟ هذا سؤال آخر يجب أن نسأله. إذا كنا سوف نتوجه إلى شخص فنعطيه قرض لكي يبني منزله، أم إذا كان لديه حريق سوف نعطيه الأموال لكي يطفي هذا الحريق؟ إذا كان تمويل التكيف الذي سوف يتم إعطاؤه للأفارقة سوف يأتي في صورة قروض وتكنولوجيات مكلفة، فهذا غير منصف، ويجب أن نوضح هذا. عدم الإنصاف هو تهديد للعدالة في كل مكان في العالم. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونتمنى أن نستمر في المناقشات. شكرا لك على إعادة التأكيد على أن مواجهة تغير المناخ مسألة مرتبطة بالعدالة. ننتقل الآن إلى الوفود الوطنية، وأود أن أدعو الجميع لكي يذكر اسمه إذا أراد أن يتحدث. سوف نبدأ بأسبانيا، بعد ذلك جنوب أفريقيا، ثم باكستان. شكرا لكم.
شكرا لسيادة الوزراء من ألمانيا ومصر لرئاسة هذه الجلسة واستضافتنا في هذا الاجتماع الهام. لقد تركت بلدي تحت الحرائق. أكثر من 20,000 هكتار تحترق على مدار 3 أيام. أكثر من 400 خسائر في الأرواح بسبب موجة الحرارة التي ضربت بلادي خلال شهر. هناك 36 حادثة قد وقعت بسبب الحرارة. 10 أيام من ارتفاع درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة يوم السبت في البحار وشبه الجزيرة كانت أكثر من 30 درجة مئوية، وفي بعض المناطق قد وصلت إلى 60 درجة مئوية في غرب أسبانيا. ولدينا أسوأ جفاف على مدار عقدين، ولا زلنا قلقين بشأن الأيام القادمة. لذا لدينا كثير من المخاوف في أسبانيا، والتي توضح لنا إلى أي حد مسألة التصرف بشأن تغير المناخ أساسية. وكما ذكر السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وأهمية الإجراءات، إن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لديها أثار مدمرة كما تحدثت. لذلك أعتقد أن هذه الظروف السيئة كلها التي واجهناها على مدار السنوات القادمة بسبب تغير المناخ لا يمكن أن تكون السبب في الإبطاء في إجراءاتنا، بل يجب أن تجعلنا نسرع من إجراءاتنا على الرغم من التحديات الأخرى التي نواجهها. لأننا على الرغم من أننا نواجه تحديات أخرى، إلا أن تغير المناخ يعد هو المجال الأهم والذي يجب أن نتعاون بشأنه، ويجب أن نتخذ إجراءات بشأن حماية التنوع البيولوجي. يجب أن نتمتع كذلك بالمرونة، والمرونة لا تعني التخلي عن جدول أعمالنا أو أن نسير في الاتجاه الخاطئ، بل بالعكس. نحن في حاجة إلى أن ندرك أن التكيف والتخفيف من أثار تغير المناخ أصبحت أكثر إلحاحا مما سبق، ويجب علينا أن نتجنب المفهوم المتحيز بشأن المعرفة العامة للناس والاعتقاد أن الاحتياجات قصيرة المدى يمكن أن تكون مختلفة أو يتم الاستجابة لها بطريقة مختلفة عن إجراءات تغير المناخ، بل بالعكس. نحن في حاجة إلى أن نقدم استجابة متسقة للاحتياجات قصيرة المدى والأهداف متوسطة وطويلة المدى إذا أردنا النجاح. ولذلك أعتقد أن جدول أعمال شرم الشيخ مهم للغاية. بالطبع هذا كوب للأفارقة، ولكننا كلنا أفارقة، كلنا في نفس القارب. ولذلك أعتقد أننا في حاجة إلى أن نكون متفقين جميعا، ويجب أن نتذكر أن التكيف أمرا أساسيا، والاستجابة كذلك للخسائر والأضرار مهمة للغاية، والتمويل وكذلك التخفيف من أثار تغير المناخ والإجراء الأولي الذي يجب أن نتذكره دائما. يجب أن نعمل في مصفوفة التكيف للتأكد من كفاءة الاستجابة والنظر إلى المؤشرات التي توضح لنا إلى أي مدى إجراءاتنا مؤثرة. نحن في حاجة إلى أن نفكر في برنامج غلاسكو على مدار 3 سنوات لتقديم جهود للاستجابة استجابة لاحتياجات الخسائر والأضرار، وكي نستعد للأسوأ. نحن في حاجة إلى نعمل على التمويل وأن ننتقل من تحديد المليارات إلى التريليونات لكي نتمكن من استثمار الأموال بطريقة سليمة بدعم البنوك متعددة الجنسيات. ويجب أن نكون متأكدين من أن كل الأموال التي سوف نستثمرها تكون مناسبة لإجراءات مؤثرة عادلة فعالة، وأن نعتمد على كفاءة الطاقة المتجددة، وأن يدرك الناس ما الذي يعنيه الرفاه باستخدام هذه الأشياء. نحن لقد تمكننا من أن نضاعف الاستثمارات في حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والوعد هي أننا يجب أن لا نضاعف هذا فقط ولكن نزيده 3 أضعاف، لأن هناك فجوة بين ما نحتاج إليه وما نقدمه. بالإضافة إلى ذلك لا نستطيع أن ننسى التزاماتنا السابقة في التعامل مع غاز الميثين، الفحم وانبعاثاته،
وكذلك يجب أن نستثمر في فهم جيد لما يمكن أن تقدمه لنا استخدام الأراضي، وكذلك استعادة تنوع البيولوجي وحماية المحيطات. نحن في أوروبا نعمل على أن نقدم إجراءات لكي نتأكد من أن نقلل من الانبعاثات أو نجعلها مستقرة، ونحن في إسبانيا نقوم بمراجعة وتحديث الخطة الوطنية لتغير المناخ والطاقة مع خطة التكيف والقائمة على المياه واستخدام المياه والتنوع الحيوي، بالإضافة كذلك إلى الانتقال الأخضر، لكي نتأكد من أن الناس تستطيع أن تحقق الرفاه دون أن يكون هناك انطباع أن إجراءات تغير المناخ تمثل تحدياً، بل بالعكس إجراءات تغير المناخ هي الأمل. لذا نحن سوف نكون سعداء للعمل معكم جميعاً، وهدفنا الأساسي هو أن نسرع من الإجراءات. فهناك الكثير من الناس التي تطلب منا التسريع من إجراءاتنا للتعامل مع تغير المناخ. بطرم شرم الشيخ يجب أن تعتمد على المخرجات والنتائج وليس فقط الوعود. شكرا، شكرا لك، ونحن ندعم بلدك ودولتك بعدما شرحتين لنا من الأوضاع الحالية في إسبانيا. أرى أن هناك الكثيرين الذين يرغبون في التحدث. إذا كان لي أن أطلب منكم أن تتحدثوا لمدة 5 دقائق فقط بحيث نتمكن من إعطاء الكلمة لكل من يريد أن يتحدث، فنحن لدينا 1.5 ساعة لهذه الجلسة. الآن سوف أعطي الكلمة لجنوب أفريقيا وبعد ذلك باكستان. أصحاب السعادة، أود أن أشكر المستشار سكولتس وحكومة ألمانيا لتنظيم هذا الحوار الهام. أهنئ جمهورية مصر العربية بما أنها سوف تتولى الرئاسة القادمة لمؤتمر الأطراف 27. نحن نتطلع إلى كوب أفريقيا. أصحاب السعادة، جنوب أفريقيا تسرع من إجراءاتها للتعامل مع تغير المناخ في سياق الانتقال العادل والتنمية المستدامة. بما أن كوب 26 قد انتهت، فإننا قد وضعنا الإطار الذي سوف يشكل الأساس لإجراءات تغير المناخ طويلة المدى. ولهذا الهدف فإننا قد وضعنا فريق عمل لكي يقوم بتطوير خطة استثمارية لشراكة الطاقة العادلة والتي تم إعلانها في غلاسكو مع الدول الشريكة ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي. إن فاتورة تغير المناخ المطروحة الآن أمام البرلمان لدينا في جنوب أفريقيا هو الإطار التنظيمي لكل الإجراءات الحكومية وللمجتمع المدني والقطاع الخاص لكي ننفذ التزامات تغير المناخ الخاصة بدولتنا. اليوم على الرغم من كل ذلك فإننا قلقون بشأن غياب التقدم في المفاوضات متعددة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مجالات رئيسية، المناقشات بشأن الأضرار والخسائر، التمويل، التكيف والانتقال العادل لا زالت كلها متوقفة في المفاوضات والنقاشات. في العام الماضي في غلاسكو بعض الدول النامية تم انتقادها للتأكيد على ظروفها الوطنية فيما يتعلق ببعض النتائج المرجوة من اتفاق مناخ غلاسكو، لكن بعد 6 أشهر من غلاسكو فإننا نشهد الكثير من الدول المتقدمة تعود مرة أخرى إلى الفحم كاستجابة للظروف الوطنية السيئة. لا نستطيع أن نتراجع في أي إجراءات اتخذناها. الدول المتقدمة يجب أن تستمر في أن تقود بإجراءات طموحة. إن الإجراء النهائي لقيادة مسألة تغير المناخ ليس ما تقوم به الدول في أوقات الرفاه، ولكن ما تقوم به الدول في أوقات الأزمات والصعوبات.
تغير المناخ في الوقت الحالي يؤثر على الدول الإفريقية بين 3-5% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى المستوى الإقليمي فإن إفريقيا تواجه أثر كبير لتغير المناخ، والقارة للأسف لم تسهم في التسبب في هذا. إن تقرير التغير المناخي يوضح أنه على الرغم من وجود 17% فقط من سكان العالم، فإن أفريقيا مسؤولة فقط عن 3% من انبعاثات العالم. القارة الأفريقية تدعم الواقعية والتي تدرك ظروفنا الخاصة في أفريقيا واحتياجاتنا للتناقش بشأن موضوعات مختلفة، وأننا في حاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار الاحتياجات البيئية والتنموية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن أجندة التكيف في حاجة إلى دفعة من خلال مؤتمر الأطراف 27، دفعة يمكن أن تعزز التوازن والتوسع في المشروعات. بالنسبة لأفريقيا فإن الهدف العالمي للتكيف يجب أن يزيد من المرونة والصمود لدولنا في مواجهة تغير المناخ بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030 ونسبة 90% بحلول 2050. يجب أن نركز على الفئات الأكثر عرضة للخطر لكي ندعم الصحة والغذاء والأمن المائي والبنية التحتية والبيئة وكذلك الأنظمة البيئية وخدماتها. لقد حان الوقت كي نتعامل مع تمويل تغير المناخ بشعور أن هذه مسألة ملحة وبالحجم الذي يتطلبه الأمر. الواقع أننا قد فشلنا في الترويج للطموحات الخاصة بتمويل تغير المناخ. لكي نضع الأمور في نصابها ووفقا للجنة الدائمة لاتفاقية الأمم المتحدة، فإن الدول النامية في حاجة إلى بين 5-11 تريليون دولار للوفاء بأهدافها التنموية والمناخية. وعلى رغم ذلك فإن منظمة التعاون الاقتصادي تقول أن نصف هذا المبلغ فقط أو أقل منه قد تم توفيره للدول النامية. السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نحقق المصداقية في التمويل هو أن نضع أهداف واقعية للدول المتقدمة لكي تحشد على الأقل تريليون دولار أمريكي كل عام لمساعدة الدول النامية في الوفاء بأهدافها للتعامل مع تغير المناخ. كوب 27 في حاجة للتركيز على دعم الانتقال العادل القائم على البشر في العالم النامي. والحاجة الملحة هي أن نتكيف الآن بينما نبني الصمود من أجل المستقبل. نستطيع أن نتجنب فقط الخسائر ونقللها بحجم تمويل معقول لا يضاعف من ديون قارتنا. شكرا لكم.